طبعا مدينة المشخاب من أهم المدن العراقية المعروفة بزراعة العنبر، وهذا المنتوج المحلي له صدى كبير على المستوى العراقي وخارج العراق، ولذلك نشاهد الكثير من الناس بدأت تقدم الرز، رز عنبر المشخاب، تقدمه هدايا تهدى داخل العراق لشخصيات وأيضا لخارج العراق. وطبعا المتعارف عليه بأنه هو منتوج ذو قيمة عالية من حيث البروتينات، وأيضا النكهة اللي يعني يحس بها المتذوق خلال طبخ وتناول هذا الرز. ولذلك نشوف أنه طبيعة المنتوج هذا وتميزه أنه نابع من أهمية مدينة المشخاب، من أرضها الخصبة اللي اشتهرت بهذا النوع من الرز. وحتى عندما أجري التجارب لزراعة هذا المنتوج في أماكن أخرى لم تنجح، كان يعني الطعم والقيمة البروتينية ليست كما في أرض المشخاب، هذه الأرض اللي عرفت ويزرع منه آلاف الأطنان سنويا. مدينة المشخاب هي أساسا مشهورة بالعنبر، يعني هسه العنبر من تزرع بغير مكان ما يصير، هو منبت العنبر بالمشخاب. وتدري أنت العنبر يعني ما موجود بدول العالم كله، هو ينزرع هنا عندنا بالمشخاب. هو ميزته بعد هو طعم، يعني طعم ما موجود، يعني هو تمن ما موجود بكل الدول، يعني بس بالمشخاب، يعني بميزة. هو هسه صار العنبر صار تقريبا قسمين، ياسمين وعنبر. احنا او بالشهر السادس بالشهر الخامس نبدي نحرث، 1/6 نبدي نثر محصولنا يعني. ويظل هذا تدري انت بعد احنا قبلها حراثة وتدري تعديل وشبل وقرادر وشغلات، ودائما احنا الماء هم عندنا قليل، نحط مضخات يلا يصعدنا. تدري انت هسه يعني معاناتنا نخلي مواطير مال الغاز، برميل الغاز 120,000، احنا نضل 6 شهور هذا الماطور يشتغل، لان لمن يعني يكمل يستوي الزرع. هاي هي قاعنا احنا قديمين بها يعني، وهاي احنا عايشين بها من صرنا، ابائنا واهلنا كلها بهالقاع، هاي احنا عايشين بخيرها، ما عندنا احنا ما نعرف نشتغل كل شيء، متمسك ما نعرف غير زراعة العنبر، ما نعرف نشتغل. هسه من تودينا الأجهزة ما كل شيء بعرف، أنا هذا شغلي يومي، يعني أمشي أشتغل أتونس بيها، هل من شهر الخامس ولا حد شهر 11 هذا الشيء. والحنطة تقريبا من شهر 11 يبدأ النثار مال الحنطة، الشهر الخامس هذا هم إحنا شغلنا، هذا ما نعرف غير هالشهر. أنا كفلاح أطلع الصبح باكر، يعني تقريبا أطلع الساعة بالأربعة الصبح، هاي بأيام الصيف، يعني هو يتم زراعته بالصيف المحصول الشلم، تطلع بالأربعة بداية الحراثة أو التعديل، ومن بعدها نثار البذور على الأرض، نقسمة إلى ألواح إحنا نسميها بالعامية فروك، ونقطعها على مود بحيث المحصول هذا يحتاج إلى كميات من المياه هواية، بحيث يكون يغطي يكفي هذا شو اسمه المكانات اللي نسويها. من بعدها تتم المحصول، من بعدها نثر السماد والدول مكافحة الأدغال، ومن بعدها يعني دور ينضج هذا. الأنواع عندنا نوعين هنا، الماشي عندنا مثلا الياسمين والعنبر. العنبر له ميزة خاصة، هذا العنبر بالريحة وبالطعام، ويعني ما موجود هذا، ريحة العنبر هي بعد ما موجودة حتى بالعالم. الياسمين لا يختلف يعني بكمية الإنتاج وش اسمه القطع مالته، يتم حصده هو قصير، يعني مو الياسمين لا، العنبر عالي
يتم حصده عن طريق اليدوي او طريق المنجل او شو اسمه احنا نسميه المنجل، ويتم شو اسمه بالماكينه او الاليه، بعد شو اسمه الياسمين يتم حصده بالاليه او الحاصود احنا نسميها بالماشي. نعاني مثلا من نسوق ما يستلمون من الفلاح، يستلمون من التاجر. ليش؟ لان التاجر شلون تقول يتعامل وياهم؟ بعض التجار ما نقول كلها ولا نقول موظفين كلها، يعني نعاني مثلا من نسوق المحصول يتعبوننا، الواسطه يطب، ما عنده واسطه يطلع قبل، هالشكل هاي معاناتنا. معاناتنا مثلا السعر، سعر السماد ما مدعوم من الدوله، قريب على التجاري، قريب يعني تجاري مثلا ب 20,000 بالدوله 16,000 او 17,000، يعني ماكو دعم. مثل مبيدات كان يعطونا قبيل بلاش، هسه ماكو مبيدات نشتري على حسابنا. والله الارض هي تقعد الصبح الارض مالتك، شوف مايها، شوف الواحه مثل متروسه ماي، مشينا ناقص بيها. احنا خمس اشهرات من الشهر السادس 15/6 تبدا الزراعه، تنتهي بشهر 11 15/11، وهاي الزراعه يعني انت يوم وياي تنابيها بخمس اشهر تقعد بالقاع انت وجهالك وكلكم بهاي القاع. هاي تم الزراعه والحصاد والحمد لله والشكر. والله العنبر هو تدري تبعد عنبر المشخاب مضروب به المثل، يعني بريحته بارض الخصبه يعني طعمه يختلف، بفوائد يعني ماكو منها علينا بس بالمناطق.